المشردون في إيران اتخذوا الشوارع بيوتاً والتحفوا الكراتين اتقاء للبرد القارس والشمس الحارقة في ظل وجود نظام عاجز عن تلبية احتياجات المواطن الذي مل الانتظار وسئم من تلك الوعود التي تطلقها الحكومة تلو الأخرى دون تنفيذ لأي منها. الفقر لم يتحسن بل بات منتشراً والمشردون والعاطلون في ازدياد، حتى أضحت شوارع طهران وبقية المحافظات حضناً دافئاً أو بارداً للمواطن المغلوب على أمره وملجأً له من بطش النظام وظلمه. النظام لم يبحث عن حل، بل أنه حاول إخفاء أرقام وإحصائيات للمشردين، لا يقدم معلومات دقيقة عنهم، حيث ذكر سالار مرادي وهو عضو اللجنة الاجتماعية في البرلمان الإيراني الشهر الماضي في تصريح له بأن المؤسسات الحكومية لا تعلن عن الأرقام والإحصائيات بالنسبة للمشردين والمدمنين، لكن هذه الأزمات أصبحت تتفاقم ولا يمكن تجاهلها، في رسالة واضحة منه إلى أن الوضع بات خطيراً للغاية. رئيس هيئة إعمار مدينة طهران عباد الله فتح إلهي أكد بأن أعداد المشردين في المنطقة رقم 12 في طهران العاصمة وصل إلى 200,000 مشرد، وأن 80% منهم مدمنون على المخدرات، في حين تمثل نسبة النساء ثلث المشردين، حتى لجأ بعضهن إلى بيع أطفالهن حديثي الولادة بأسعار زهيدة لا تتجاوز 27 دولارا عجزا في توفير الغذاء لهم وتربيتهم حاجتهن للمال، بالإضافة إلى وجود أطفال بين المشردين تحت سن 17. المواطن الإيراني ما زال محروما من الحياة الكريمة التي يجب على النظام أن يوفرها له، إلا أنه أشغل نفسه في إهدار أموال الشعب ومقدراته لخدمة أهدافه ودعم الميليشيات في الخارج وعملائه، بينما المواطن محروم من أبسط حقوقه ويدفع حياته ثمنا لنظام ظالم أغرقه في مستنقع الفقر والتشرد والإدمان، وإذا ما طالب بحياة كريمة قمعه.